I'll make it all come true. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد فتحي من قناة Champions Legion Arabic. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد زي ما وعدتكم ان شاء الله، او زي ما تعودنا تقريبا الفترة دي بيبقى جزء شرح في الفيديو والجزء التاني بيبقى اخبار. تمام. او قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، ما تنسوش يا جماعة لايك وسبسكرايب وتفعيل زر القناة عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. جزء الاخبار بنتكلم في الاول بالنسبة يا جماعة ليج اوف ليجندز وايلد دريفت. نظام ليج اوف ليجندز وايلد دريفت، رياد جيمز صاحبة ليج اوف ليجندز عامة سواء كان على البي سي او على الموبايل، ليها نظام مختلف في بالنسبة للبيتا تيست والالفا تيست بتاعها. اولا بيبقى الفا تيست مش اوبن، مش اي حد هيجيب سورس اللعبة يفتح يشتغل، لا ده بيبقى كلوزد. كلوزد يعني بيختار مجموعة من البلايرز او من الجيمرز هم اللي بيدخلوا البيتا تيست، واغلبهم بيبقى يوتيوبرز وناس معروفة. تمام. ده الفرق بين الكلوزد بيتا وكلوزد الفا. تمام. كلوزد بيتا وكلوزد الفا بيبقى ده بتبقى الفا، بتبقى اول مرحلة، تاني مرحلة بتبقى بيتا. بس كلوزد بمعنى ان هي بتبقى انفيتيشن لناس معينة بتخش بالتست اللعبة. طيب البيتا زي او السوري الاوبن زي ما شفنا في Champions Legion، اي حد بينزل اللعبة حتى لو مش مفتوحة عنده في البلد بتاعته بتقدر تشتغل VPN وبتقدر بتلوج على اللعبة، بتخش بالبلد اللي مفتوحة فيها اللعبة وبتلوج عادي. ده لا، رايت جيمز بتبعت انفيتيشنز بالميلز للعيبة معينة او ناس مشهورة معينة بتخش بتست اللعبة، بيبقى يعني مثلا بتاع 1000-2000 واحد هم اللي بتستوا اللعبة وبتتقفل، وبعد كده بيعمل ريسيت لكل الاكاونتات. فحتى انت دلوقتي لو جبت السورس ونزلته وحملته، لو انت مش مبعوت لك انفيتيشن من رايت جيمز مش هتقدر تخش على اللعبة، مش هتلوج، مش هتعرف. تمام. فعشان ما تتعبش نفسك وتجيب سورس وممكن تجيبه من حتة في مشكلة او متهكر او متفيروس، فبلاش. تمام. عندك في اوبشنز كتير قوي للموبا لو مش حابب تلعب Champions Legion. حتى النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حركة كده ممكن تقفل الفي بي ان بعد ما تلوج، هوريكو ازاي. كان واحد صديق لينا حتى هو متابعنا، بس هو رفض ان اقول اسمه جزاه الله خير، ان هو ورقلت انت ممكن تعمل كذا زي ما هنشوف. تمام. فخلصنا يا جماعة من حتة وايلد دريفت. وايلد دريفت لازم يبقى مبعوت لك انفيتيشن، غير كده مش هتلوج حتى لو فاتح في بي ان، حتى لو سطبت اللعبة عندك. تمام. الحتة التانية زي ما قلت ان انت ممكن، لو انت شايفيني كده ان انا اهو تمام شغال على كوتو في بي ان مومباي من الهند. تمام. طيب لو قفلت الفي بي ان ده هيحصل ايه؟ في ناس بتقابل مشاكل مع الفي بي ان، بيقول لك البنج على كذا، ده ام اس كذا. لا، المشكلة دي انت ممكن تتغلب عليها لو عندك الفي بي ان عامل لك مشكلة في اللعبة، وهنشوف ازاي حالا. هتعمل ايه؟ هتعمل كده مينيمايز. تمام. هتطلع من الكوتو في بي ان وتفتح وتشوف هل اللعبة هتكمل معانا. تمام. اهي اللعبة معانا شغالة زي الفل. في هل انا لسه اهو كوتو في بي ان اختفى ولسه اللعبة شغالة، لسه ما فيش اي مشكلة، اللعبة شغالة. فصديق لنا جزاه الله خيرا، انا حبيت انوه الناس لان في ناس لحد دلوقتي بتكلمني بتقول لي انا مش عارفة لوج. في ناس بتقول لي انا مسحت الداتا وبرضه مش عارفة لوج، او لما بفتح من الفي بي ان بيعمل كذا. يا جماعة جرب اي في بي ان على الماركت بيديك مومباي او بيديك الهند او البرازيل. برازيل حاليا موسكو وقفت معايا، ما اعرفش كنت بعمل كونكت من موسكو وقفت معايا. جرب من الهند، جرب من البرازيل، هتلوج معاك. وبعد اقفل الفي بي ان زي ما وريتك دلوقتي، هتلاقي اللعبه شغاله معاك مفيش اي مشكله اهو. حتى هتخش على الاكونت. تمام. اهو اللعبه شغاله عادي جدا، ما عملتش ديسكونكت ولا اي حاجه، مفيش اي مشكله. حتى انا شايف ان هي حتى بقت افضل، هتلاقي حتى ما بقتش تجيب علامه التحميل دي على طول، لا. تمام. بقت بشكل افضل.
ده كان بالنسبة لجزء الأخبار وجزء الشروحات البسيطة اللي بنتكلم فيها. الحتة التانية، جزء التاني من الفيديو، إن شاء الله النهاردة هنشرح بيلد لهيرو. أنا كنت قلت لكم عليه إن هو قادر إن هو على ستيكس. الهيرو ده اللي هو وينويا أو وينويا وينويا وينونيا 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 سوري وينونيا مش عارف انطق اسمها لحد دلوقتي، بس وينونيا. وينونيا دي يا جماعه، من يعني امبارح انا وريتكم البيلد بتاع ستيكس. وينونيا دي الوحيده اللي انا شايف ان هي فعلا ممكن بتدي لستيكس كده السبيل التانية بتاعتها اللي هي الستان، بتدي له ستان لو دخلت على الالتيميت بتاعتها واديت له السكيل الاولانيه ستيكس هيقع. لو هي بالبيلد اللي هوريكم ده دلوقتي، يعني البيلد ده هوريكم حتى نتائجه، كنت انا واحد بس تقريبا اللي بنلعب في التيم بتاعنا كله جيم، هوريكم النتائج بتاعته دلوقتي البيلد ده. تمام، ادي هتفتح هنا من ارموري. تمام، بيلد. طبعا احنا خلي بالك ده بيلد واحد امبارح، عشان ما تشيلش بيلد وتحط. انت عندك هنا لو دوست على بيلد انت عندك ممكن تكون لحد 10 بيلدات، بس طبعا في حاجات مقفولة بتفتح ممكن مع تقدم الليفل، بتفتح مع يعني بتفتح مع ممكن بطاقات، ممكن لما بتكسب ممكن تجيب ابطال معين. المهم، طيب احنا البيلد التاني، البيلد الاولاني ده امبارح بتاع ستيكس اللي احنا شرحناه. طيب البيلد التاني هنمسحه كده ونشرحه مع بعض. لا سوري، ده هدوس كانسل عشان ده هنخش في بيلد الماجيك. تمام، ونعمل ايديت. البيلد بتاعنا يا جماعة سهل جدا، مفيهوش اي مشكلة. البيلد ده هنشوفه، جربوه. لو في اي مشكلة، في ناس بتحب تعدل على البيلدات، مفيش مشكلة، بس خلي بالك يا ريت التعديل يبقى بحساب، وهتشيل حاجة تحط حاجة. يعني انت مثلا، هنشرح البيلد الاول عشان نبين للناس. طيب عندنا اكستنشن جريد اللي هي الحاجات اللي بتبقى ايتم اخر حاجة ما توصل ليفل 15 اللي هي التوسع. تمام، هنحط فيها ايكو كودكس، وهنحط فويد ستاف، وهنحط جاد ايتر. التلاتة دول ما تحطش حاجة لللايف، تزود لايف وينونيا لا. يعني خلي بالك انت بتبقى هي كده كده، حتى يعني اي هيرو او اي وزرد بتلعب بيه لازم بتقوي السبيلز بتاعته وبتقوي المانا، بتزود المانا بتاعته واللايف ستايل، ياريت تلعب على دول. تمام، لكن ما تقويش اللايف بتاعته او تحط دم ليه، لا مش هتبقى مش هيفرق معاه قوي. يعني انا جربت ده. تمام، طيب عندنا كده في 6 خانات نحط فيهم ايه؟ ستاف اوف تايم. تمام، بتديك مانا وماجيك اتاك سي دي ريديوشن. تمام، وهنحط بعد كده هنحط فامباير اورب وساند اوف تايم. تمام، هنحط الكيميست رينج. تمام، وهنحط جريت اركين. تمام، وفي الاخر للموفمنت هنحط بقى ايه؟ هنحط انشيتد كيكس ماجيك بريزنتيشن. تمام، ده كده البيلد بتاعنا. البيلد ده انا لعبت بيه ماتش واحد او مباراه واحده لحد دلوقتي مع تيم تقريبا واحد بس اللي كان معايا، هو خد حتى الام في بي. تمام، هندوس سيف. تمام، هنشوف النتائج. حاول ان انا ابقى سريع عشان مش عايز اطول عليكم في الفيديو. تمام، لو شفنا باتل ستيت باتل ستاتس. تمام، كان فيكتوري. ادي البيلد ده، يعني هوريكم اللي انا كنت بلعب معاه، يعني نازل مع ناس واقصى واحد فيهم هو واحد بس اللي كان واخد الام في بي. بصراحه ده كان قوي جدا. واحد قتل واحد، 4-2، وقدامنا الحمد لله ان التيم اللي كان قدامنا ما كانش قوي قوي. ده لو تيم كان قوي لا ما كناش هنكسب الماتش ده. لا التيم ما كانش قوي قوي، فالدنيا الحمد لله قدرنا انا والراجل اللي كان بيلعب معايا ده قدرنا ان احنا نسيطر على الماتش، وفي غفله كده منهم في اللان اللي تحت دخلنا خلصنا على البيس، فكنا انا وهو كنا صراع كتن، فالدنيا مشيت الحمد لله. تمام،
يا ريت تجربوا البيلد ده، وفي الكومنتات تقولوا لي هل البيلد ده يعني الحمد لله البيلد اللي نزلته الستيكس الحمد لله الناس شكرت فيه جدا، وفي ناس عدلت عليه وناس بعتت لي النتائج، النتائج بتاعته وبتاعت البيلد ده ممتازة. يا ريت برضو تجربوا البيلد ده وتقولوا لي، وهل لو انت عايز تعدل بتعدل في ايه، او اللي انت ممكن تشيله وتحط مكانه ايه. بس تخلي بالك عشان في ناس برضو كلمتني ما تعدلش بشكل كبير، تعدل في ايتم مكان ايتم او اتنين ماكس، وتكون بتدي تقريبا نفس النتيجة. ما تكونش مثلا ما تحطش حاجة، ما تحطش مثلا حاجة هتديك مانا وهتديك ماجيك اتاك مثلا مكان حاجة بتديك سبيد، لا تحط حاجة مكان حاجة برضو تكون بتديك ماجيك اتاك ومانا مثلا، بس بتديك حاجة تالتة بس بتقلل نسبة المانا والماجيك اتاك، مش ساعتها ممكن اقول لك تمام. بس بقدر الامكان ما تحاولش تعدل في البيت، ولو عدلت فيه كله مش مشكلة، دي حاجة بتاعتك، بس يا ريت تقول لنا يعني تفيدني برضو عشان ننبه الناس لحاجة زي دي. تمام، كده الفيديو بتاعنا النهاردة انتهى. انا بحاول بس ابقى سريع بقدر الامكان. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوناش بس اهم حاجة بلايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، لان ده زي ما انتوا عارفين بيدعمني جدا وبيخليني اكمل ان شاء الله ان احنا نقدم الجديد ليكم باذن الله. ومتشكر جدا لحسن متابعتكم لينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.